كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قد تفقد الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات مؤتمر إفريقيا 2017. وتابع عبد الغفار القوات والخدمات بنطاق مطار شرم الشيخ واطلع على عناصر ومحاور خطط التأمين، كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة.